الإخوان السلام عليكم. هذه هي الوقيته المناسبه جدا جدا باش تقلبوا السفليات ديال الكاردات ديالكم، لان الشتاء على الابواب ان شاء الله، وضروري دير واحد طلع على هذه السفليات. بحال دابا هذه ها هي فين مقطعه عندنا السفليه، خصنا نبدلوها ديال الكاردة، واللي هي عاوتاني كاهي هادي تفتحت منا فخصها تبدل. نبدلوهم ونوليو نعمروهم بلاكريس وردوهم. هادو الكاردات راه معروفين ديال الجولف 4، ما كيموتوش الجولف 4، ما كتاكلش الكاردات، كيموتو بجوج حالات. الحاله الاولى كيتسالم منهم لاكريس وكطيح الشتا وكيدخل لهم هنا الغيس، والشتا كيغسل لهم الماء كيدخل لهم الغيس صافي كيموتو. والحاله الجوجه ملي كتكون انت مسطالي مباركي وكتقلب كلشي وتقلع كتكسيري فكيبقاو يموتوا ديك الساعه. من الاحسن الا كنتي مباركي قلب الروايض، قلع غير بلاتي حتى تقاد الروايض وعمر الكسيرات ماشي مشكل. ومن الاحسن الا لقيت هاد الجلادي هكا ضروري خصك تبدلها، ما تخليش تموت الكاردة وتبدل الكاردة اخرى كومبلي وما رخاصين، وشوف شي حاجه مزيانه وركب احسن ما تخلي حتى يموتوا لك هاد، حتى يموتوا لك دخل لهم الماء هنا ويدخل لهم الغيث ويموتوا الكاردات وتمشي تقلب على كاردة وتظهر واش تخدم لك ولا ما تخدم لك. فمن الاحسن هذه ضربه استباقيه باش تحيدوا عليكم كاع هاد المسائل قبل ما تبدا الشتاء تطيح ان شاء الله. تبارك الله عليكم.